قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان دبابات مغربية كانت تخضع للتحديث في تشيك نقلت الى اوكرانيا من اجل دعمها في حربها ضد روسيا، ووصفت المسؤولة الروسية ذلك بالامر الصارخ ودليلا على النهج المعادي لبراغ ضدها، لكنها برات ساحة الرباط التي قالت عنها انها وضعت أمام الأمر الواقع وقالت المسؤولة الروسية إن المغرب وقع عقدا مع شركة شيكية قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتحديث دفعة من 130 ذبابة بيلاروسية الصنع بسنوات وبعد القيام بذلك تمت إعادة 56 دبابة فقط إلى المملكة فيما صدرت تشيك المركبات المدرعة المتبقية لنقلها لاحقا إلى منطقة القتال في أوكرانيا هذا وكان المغرب قد نفى مشاركته بأي طريقة في الحرب الروسية الأوكرانية وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن موقف المغرب كان واضحا منذ البداية وهو أن المملكة ليست معنية بهذا النزاع وليست طرفا فيها ولا ولم تساهم فيه بأي شكل من الأشكال وشدد كذلك بوريطة على أن موقف الرباط قائم على مبادئ أساسية وهي الحفاظ على سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم المس بالوحده الترابيه للدول الاعضاء في الامم المتحده والمغرب كان دائما ضد استعمال العنف لحل الخلافات والمغرب كان دائما مع سياسه جوار بناء بين الدول المتجاوره وان قضايا الجوار لا تحل باستعمال القوه واخيرا المغرب كان دائما مع احترام القانون الدولي وميثاق الامم المتحده في التعامل مع مثل هذه القضايا